قدم عليه تفضل ما ترتاح. والآن نفتح صفحة جديدة وأنا في يدك، من يدك اليمين لا يدك الشمال، وقلتك الله شوف الذي يصلح وكن وسيط بيننا والملك سلمان وعلنا مخرج. الموضوع ليس شخصي يا علي عبد الله صالح بيني وبينك، لو كان الموضوع شخصي كلمتك في 2011 نخرج أنا وأنت ونرحل ونخلي البلد لحالها. الآن الموضوع موضوع بلد ووطن دمر وسلم لإيران على طبق بالذهب، وهو سبب أنت. قاتلناهم 6 حروب وخيرة الرجال ساروا منهم 60,000 جندي، وفي الأخير تطلع وتقول الخلاف خلاف إداري، خلاف إداري ضحية 60,000 من خيرة رجال الجيش. أسمعني أنا الآن مستعد أكفر عن ذنبي، وهؤلاء الحوثيين والخبزي والعجي أنا دخلت بخرجهم، حكم صار الله أنا بخرجهم. هذا كان زمان يا علي عبد الله صالح، أما الآن أنت أصبحت كمضية وأداة، استخدموك لفترة معينة، والآن اللي يدير الأمور إيران وضباط وخبرات إيرانية. فاتك القطار يا علي. طيب إذا لم تتعاملوا معي وإيش الحل؟ حندخلوا في مستنقع. الحل وإيش المحاكمة؟ تحاكم ويحاكمك الشعب محاكمة عادلة، وتحاكم على كل قطرة دم سفكت. يحاكم لي أنا علي عبد الله صالح يحاكمه؟ هي هذا الأنانية، هي أنانيتك التي وصلت البلد لما هي فيه، ودمرت الجيش اللي فيه خيرة رجال اليمن الذي الآن يبكون دما في بيوتهم لما أهنتهم وسلمتهم لأطفالي بيديروهم يا علي عبد الله صالح. والآن هم متلهفين بكل شوق لاستعادة هيبة الدولة وهيبة المؤسسة العسكرية التي كسرت هيبتها أنت بسبب أنانيتك وكبرك وحقدك الشخصي وانتقامك. ما هو؟ اسمعني كلمة أخيرة، خدمة أخيرة منك، خدمة أخيرة تفضل. قلدك الله، ما قلت لهم أي مكان. اسمع يا علي، ستواجه مصيرك وتحصد ما زرعت.